كابتن تحسين، معلش يا كابتن اسامه، يمكن تذكرت هنا واقعه مهمه جدا ليها علاقه بالفار، وهي مشاكل الفار مش من السنه دي ولا السنه اللي فاتت، من اول سنه اتطبقت فيها تقنيه الفار، وحتى الكابتن تحسين ابو سيرات لحقها. ايوه لحقت الفار. أيوه. وفي واقعه احنا فاكرينها كلنا، كانت مباراه الاهلي وطلاع الجيش في السويس، كوره ابراهيم نور الدين اهي، كان هو حكى المباراه، كوره كنت مساعد في هذا اللقاء، وكان في الفار، كان موجود الكابتن محمود كان مساعد اول، في كان مساعد اول، لا هو كان اعتقد هاني خيري كان مساعد تاني، هاني خيري كان مساعد تاني. انا فاكر المباراه دي كويس جدا. اللعبه دي اتراجعت في الفار، انا مش هقول لك عدت ولا ما عدتش، ما تراجعتش، ما تراجعتش، لا يعني ما تراجعتش ان احنا نقف تعالى شوف، لا العب نفس اللعبه بتاعت لمس اليد اللي في نفس الماتش، في الماتش اللي احنا بنتكلم عليه، العب ما فيش حاجه. هل في العاب؟ لا ثواني يا كابتن، لا استنى، ما يقول له، قال له العب كونفيرم، ما انا عشان كده السؤال، هل في العاب؟ انا كنت في الكونفيرم، يعني ما بلاقيش المباراه تحسين، لا بيعكس قرار المساعد في الملعب، ما وقفش عندها حتى، ما وقفش عندها، لا 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 ولا وقف، وانت سامع في الكوميونيكيشن سيستم كونفيرم. وانت قلت ايه يا كابتن حسين؟ انا قلت ان تأنى وراجع، لان ده اهم لعبه في الدوري، اللعبه دي خسرت الاهلي دوري. فاهم والله، انا قلت حتى اوقف وراجع، لان دي اهم لعبه في الدوري. انت كانت عندك تحسين تقريبا، لا كانت عندك في الناحيه الثانيه، لا لا كابتن تحسين كان مساعد، انا فاكر المباراه دي كويس جدا، عشان كده بس هو سمع المحادثه وسمع حكم الفار وحكم انا انا لا ما هو انت لازم تتكلم كمان، يعني لما يكون في الطقم حد خبره او حكم أكيد. كبير انت متاكد، لان في ثوره، انا 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 بتكلم على الثوره اللي ورايا، مش بتكلم كمان من يعني كمان انت بتتكلم، هي ما خدتش وقت في المراجعه، لا انا بتكلم في الثوره اللي ورايا في الدكه، في ثوره، في ثوره بسيوني، في رد فعل قوي، فراجع فتأنى، يعني انت متاكد؟ قال لي متاكد خلاص. ما خدت قد ايه يا كابتن تحسين؟ ما خدتش، لعبه عادي، يستمر اللعب، كونفيرم يلعب، يا نهار ابيض، ثانيه ثانيتين يعني، ما احنا ما راجعناش، ما راجعناش كابتن، اللعب ما وقفش، يعني بص يا جماعه، بعد ثلاث سنين، يعني احنا النهارده بعد ثلاث سنين، حضرتك نفس اللعبه دي ما تراجعتش، اللعبه ده كونفيرم، يلعب ركله ركله مرمى، اللعبه اللي احنا بنتكلم عليها بتاعت الاهلي، هي اتراجعت ما اتراجعتش، فخلاص انا طالما مؤيد قرار الحكم هراجع ليه؟ هو الفار اتعمل ليه؟ عشان يقلل الاخطاء، واللي احنا بنشوفه المحادثات الغريبه دي، ما حضرتك احنا بنقول ليه؟ احنا عندنا قصور في حاجات معينه، بنقول يا جماعه المطلوب من لجنه الحكام تعالج القصور، تشوف عندك قصور ايه، الاول شخص المرض عشان تقدر توصف العلاج، احنا عندنا قصور في لمسه اليد. طيب انا بس عايز بس اسجل شهاده للتاريخ يا جماعه، دي شهاده للتاريخ، بعد ثلاث سنين المباراه دي اللي كان بيديرها الكابتن ابراهيم نور الدين، مباراه الاهلي وطلاع الجيش واللي اتلعبت في محافظه السويس، لعبه زي دي ما خدتش ثواني وما ترجعتش، كانت حاسمه واتلعبت، ورغم ان الكوره ممكن تكون عدت الخط، وبلعبه زي دي الاهلي خسر الدوري والزمالك فاز بالدوري. سمعتوا حضرتك وصورة. حضرتك كمان مش احنا بنقول حضرتك شغل الفيديو، ما هو لو اللعبه اتراجعت سي مثلا كابتن ناصر الصادق او انا اقول لو اللعبه اتراجعت هنوقف اللعبه، واللعيبه لا يا ما وقفتش، لا ما خلاص ما فيش مراجعه. المراجعه بتتم امتى يا جماعه؟ بس الناس تبقى عارفه المراجعه بتتم امتى، لما انا بقول له ستوب، اجل، انا الاشاره بتاعت الحكم دي، بتاعت الحكم في الملعب اهو، دي اشاره ان انا براجع ستوب وبسمع غرفة الفار. هل ده تم في اللقطتين؟ في اللقطتين شفت حاجة من دي؟ لا مفيش، ده ما ثانيتين ثلاثة ولعب كونفيرم، لازم الناس تبقى عارفة وهي بتتفرج في مراجعة ولا بيتم مراجعة ولا ما بيتمش، المراجعة بتتم ولا لا، الحكمين لسه بيديروا مباراة لغاية دلوقتي في الدوري. ما هو كل الناس اللي بتخطأ بتدير، ايه الفرق؟ طيب